درويش رمضان من الأبطال يعني، لو تتذكروا الاسم دايما، ويعني رمضان في الجودو تحديدا هتلاقوه في بيحقق بطولات كتير، وبنسمع هذا الاسم. بس انا اندهشت انه قال انه راح، لقيت تصريحات كده انه راح لبطولة العالم يعني على نفقاته الخاصة يعني. هسأل الكابتن رمضان درويش في ده، استفسر. كابتن رمضان اهلا بيك. مساء الخير استاذ وائل. مساء الخير. قول لي قول لي، يعني البطولة كانت بطولة ايه؟ هي البطولة جائزة كبرى جراند بري، وكانت في اوزبكستان طشقند. بطولة دي ايه؟ من البطولات، بطولة جائزة كبرى اه في اوزبكستان، اللي هي بطولة جراند بري، اللي هي الجائزة الكبرى، ودي اه من البطولات اللي هي تبع الاتحاد الدولي، اللي عليها بوينت عالي جدا، ويعني بتبقى زيها زي بطولة العالم، لأن إحنا عندنا دلوقتي التصنيف للأولمبياد بقى صعب جدا، لأن هو كانوا الأول بياخدوا أول 22 مصنفين على العالم، دلوقتي بقى بدأوا ياخدوا أول 16 فقط لا غير مصنفين على العالم. فكل البطولات اللعيبة بتلعبها دلوقتي لأن لازم يلعبوا. فهي كل البطولات يعني اللي هي جراند بري والجراند سلام وبطولة العالم، دول بقى أقوى بطولات موجودة دلوقتي في الساحة يعني عندنا في الجو. آه. بس هي من أقوى البطولات اللي موجودة حاليا. اه اه طيب، انت معقول يا كابتن رمضان رحت على نفقتك الخاصة؟ أنا رايح على كل السفرية على حسابي الخاصة من فلوسي الشخصية. بس احنا عندنا اتحاد. ما إحنا عندنا اتحاد، بس هما يعني تقريبا في خلافات موجودة في الاتحاد، فعشان كده إحنا يعني أنا طبعا يعني الايام اللي فاتت مريت بايام صعبه جدا، وما كانش عندي قرار غير ان انا اسافر والعب، فما عنديش قرار تاني، حتى لو صرفت كل الفلوس اللي انا املكها في سبيل ان انا العب البطولات واكمل لغايه الاولمبياد كنت هعمل كده. اه، وانت فزت بالبطولة دي؟ انا جبت اول الحمد لله في البطوله دي، وقبلها برضو كان في بطوله في سويسرا وجبت فيها اول، وجميع المعسكرات اللي قبلها وجميع البطولة اللي البطولات في اللي سويسرا قبلها كان على اسمها بطولة ايه المسمى بتاعها؟ كاس اوروبا، دي اقل يعني مستوى اقل، اه، انما دي مستوى عالي يعني، دي زيها زي بطوله العالم. ده على مستوى العالم يعني. الاثنين على مستوى العالم، بس كان مستوى البطوله قليل، انما اخر بطوله اللي انا كانت طشقند دي مستوى عالي يعني، طب زيها زي بطوله العالم. ما حاولتش توصل صوتك لوزارة الشباب والرياضة للوزير خالد عبد العزيز؟ لا انا اتكلمت قبل كده في برنامج، والمهندس خالد بعدها اتكلم وقال ان انا هجيب رمضان، وقال ان اللي انا هكافئه، وقال ان انا هديله مكافأة، ممكن تعدي الكلام ده كله، وهو يعني هو كان متعاون جدا في المكالمة، لكن انا محدش لغاية دلوقتي اتكلمني او اتصل بيا يعني. آه، وأنت ما حاولتش بناءً على هذه المكالمة إنك تعمل أي جسور اتصال؟ ما هو جايز ما عرفش إنك ده رايح بطولة ولا حاجة، أو قبل البطولة يعني ولا بعد؟ آه يعني أنت توقعت إنه بعد المكالمة دي إنه على يعني على طول يتم تكليف حد بدعمك يعني، أو إنهم يشوفوا إيه احتياجاتك؟ لا انا كنت طالب ان انا اخد يعني فلوس السفريات اللي انا كنت دافعها، اللي انا دافعها من جيبي. فالمهندس خالد قال لا ده احنا هنديله مكافأة، لاني المفروض ان الحاجات دي تبقى لها ترتيبات من الاتحاد وكده، وهو الوزير ليه الحق ان هو يدي مكافأة حسب اللائحة ويزود على اللائحة كمان. فده كلام، كان كلام المهندس خالد، اه وهو قال ان انا دعمت رمضان قبل الاولمبياد، وقال كل الكلام ده فعلا حصل، هو دعمني قبل الاولمبياد وعالجني قبل الاولمبياد، لكن انا الاولمبياد انتهت، واللي حصل قبل الاولمبياد ما كانش المسؤول عليه المهندس خالد، المسؤول عليه ان الخطه اللي انا كنت مقدمها ما اتنفذتش كما يعني زي ما انا قلت او زي ما انا كنت عايز، اه لكن هو كان مدعم جدا وقال اي فلوس عايزينها عشان الميداليه لرمضان انا مستعد ادفعها، لكن طب انا بتكلم بعد احنا الاولمبياد، بنوصل بعد صوتك فلوس تاني يا الاولمبياد. رمضان، لان
انا واثق انه يعني ربما في فجوات اتصال حصلت او فجوات متابعة، لكن ازاي يبقى عندي بطل زيك وهيحقق بطولات ويرفع اسم مصر عاليا ويطلع على حسابه الخاص كده؟ ده يا استاذ، السؤال ده يا استاذ وائل مش انا اللي اساله. انا يعني انا بطلع على حساب الخاص عشان انا عايز العب، يعني انا بفرح لما يعني على انت مصر. بتسافر حتى على حسابك الخاص وتقيم على حسابك الخاص كل شيء كل شيء على حساب الخاص. وكل احتياجاتك في الاكل والتدريب وكل ده كله ما يعني لا توجد جهة حكومية تمنحك مليما يعني. كل شيء على حساب الفضل، كل طيب شيء. انا بتمنى يا جماعة انه يصل هذا الصوت، خاصة ان احنا شفنا صناعة الابطال بتودينا لفين في النهاية. صحيح كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى وبتطغى على كل الألعاب، لكن كمان الألعاب دي بنحقق فيها ميداليات بترفع اسم مصر عاليا يعني. يعني بيبقى عندي بطل واحد لكن ممكن يعمل لك 5 6 ميداليات، ورمضان درويش تحديدا يعني من الأسماء اللي حققت بطولات ويستطيع إنه، وفي ناس عندها الاستثمار في البطل ده يعني مهم جدا. رمضان عايز تقول حاجة تانية بالإضافة اللي احنا قلناه؟ لا أنا مش عايز أقول أي حاجة، وبشكر حضرتك على المداخلة. واحنا بنحتفي بيك وبالبطولة اللي انت حققتها هنا يعني، هنا كده هي بطولة وكأنك بطل العالم في هذه البطولة يعني. أه طبعًا، أه طبعًا. بنحتفي بيك وتستحق ان نحتفي بيك، والأهم هو انك تكمل هذه البطولات، وعشان تكملها مش هينفع بطل يسافر على حسابه الخاص او على نفقاته الخاصة يعني. لازم اجهزة الدولة المعنية بالرياضة وبصناعة الابطال وبالشباب تدعمه. بوصل صوت رمضان وان شاء الله يوصل، لانه صوتنا كمان وصوت كل الناس يعني. بشكرك الف شكر. في الشك يا جماعة طبعا الواحد بيزعل جدا، لأنه اسم رمضان تحديدا كمان من الأسماء، في أسماء خلاص حققت معاك ميداليات، فصناعة البطل والاستثمار في البطل مهم جدا. فلما يبقى عندي بطل تعالوا نشوف ازاي نسنده وندعم. أنا واثق إن المسؤولين بما فيهم وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز لما يسمع هذا الكلام هيكون له موقف مختلف إن شاء الله.